بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتناول في هذا الفيديو حديث خرافة قالت إحدى أمهات المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عن خرافة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خرافة رجلا عاش في من قبلكم فأسرته الجن فعاش معهم زمنا، ثم أطلقوا سراحه وعاد إلى قومه، فكان يحدث عن العجائب والغرائب التي رآها في عالم الجن. وكانت الناس تقول: حدثنا خرافة، حدثنا خرافة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني عن هذا الحديث: ضعيف لكنه ليس مكذوب، سبحان الله. لذلك يقول الناس هذا الحديث خرافة، وخرافة هو رجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.